زون ميكست. رجعنا لكم من جديد في زون ميكست متواصلين حتى الخامسة نتاع العشية مع ضيفنا اليوم لاعب النادي الإفريقي وجدي الساحلي. العودة لها بيك من جديد وجدي. كما قلنا قبل الأخبار ظهر لي كونترات نتاعك يوفا في 30 جوان. أحكي لي شفما تو وش عندك شما عندك باش تجدد مع الكلوب باش تجدد فما نيغوسياسيون بديت ولا؟ بور لانستون كل شيء معناتها فلو مازال ما حكيناش في الموضوع. وديجا طاولت معناتها البطولة ولات في جوسكو 31 سبتمبر هكاك. دونك الكونترا نتاعي ديجا يوفى في 31 سبتمبر مش 30 جوان. ونصور من الاخر عام تو نحكي معاهم وان شاء الله نجدد العقد. الى حد الان فماش حتى كلام على جديد عقدك معناها؟ حكينا معناتها ماما كيك شوز فيت في معناتها مش مع شكون حكيت الرئيس شكون؟ حكيت مع مسؤول مش مع الرئيس مزيد ما حكيت حمزه وسلاتي. وان شاء الله على قريب معناتها ناخذ معاه فما اتفاق مبدئي متفاهمين على اهم ليني معناها على الاقل. لا لا غني قلت لك جوج حكينا فيت في معناتها مش حاجه ما حكيناش على الفلوس ولا على النومبو داني ولا مازلنا ما حكينا حتى شيء كيما قلت لك حكيت نتاع تحب ولا ما تحبش صحيح. قلت له معناتها ماذا بيا واحد معناتها في الكلوب جاي 100 100 دونك من الاخر عام نصور نتفاهم. ما عملتوش رونديفو حاجه؟ لا مازلنا مو خاطر لازم خويا يجي معناتها نقعدوا مع بعضنا الكل فهمت مع الكورونا واحد ما نجمش يجي طبعا. دونك نفهم عندك ماذا بك تكمل معناها بالطبيعه جاي 100 100 في الكلوب ومعناتها رحت في الكلوب جامعه كبيره دونك لي سنتون داز ان كلوب ميتيك حاجه كبيره برشا معناتها اسمي نجم يقعد معناتها في تاريخ الكلوب صحيح. كيما كل ملاعب في الفترة هذه في نهاية عقد فما ديزوف أكيد فما جمعيات كلمو فهم. أعطينا منين الجمعيات؟ فما من تونس فما من برا زادة فما كلكم زيكيب معتا من إسبانيا وإن شاء الله إسبانيا ديفزيون الأولى ثانية دو نجم نعرفوا لي جمعية شنية؟ نعم في إسبانيا مش يسمعوا فينا خلا على رب بيه كان فما حاجة معتا في فرنسا ديفزيون دو فما حاجة سمعت ما تفهم مش نقولك فما اما غير دو كونكري ما مش حاجه جوست كلام معناتها ديفيزيون 2 هكا اي فما اما بعد ان شاء الله بعد كما قلت لك واحد نتاعي مع الكلوب ديجا وعلاش لا كان ما صارش ما مفاهمه بيناتنا نخرج نتصور كل ملاعب يطموح اوروبا انت شنو تشوف الحاجات؟ عندي دي بروجي معناتها سبورتيف تري تري او معناتها ان شاء الله كمان نخدم على روحي ونخرج اما لازم نعرف كيف زاد نتصرف وقتاش نخرج ومش هكاك حتى ما نحبش نمشي للجمعيه وما نعطيش ونخرج فهمت مازلت ما عطيتش شيء للكلوب معناتها لي كاباسيتي نجم نعطي للكلوب نعرف نجم نعطي برشا للكلوب ان شاء الله نكمل كما قلت لك نتفاهم معاهم وان شاء الله علاش لا واحد بعد ما عطي للكلوب يخرج من تونس. شنو هي الجمعيات من تونس؟ اه برشا اي شنو مثلا البرشا انا اللي سمعت الاسبيرونس فما حاجه ما نعرفش انا ما بيتيت فما ما جانيش معناتها من الكلام ما جانيش ليا فهمت قالوا اما لا كلم اخوك لا يا اخويا ما تسويش هو اخوك لاجون تاعك اي اخويا لاجون ليتوال ما جا قالوا ما تجاو اما ما قالوا لي شكون اللي قال من الاسبوع عبيد قالوا عبيد الله اعلم ايوه انت تعطيني صحيح انا ما عطاونيش ليا ما جاوش ما كلمني حتى ما شكون اللي كلم؟ عبيد صحيح ماشي ليتوال صحيح ماشي ليسبيرونس صحيح ماشي جمعيات فما شكون كلموك من تونس؟ لا حتى جمعية لا حتى جمعية هذا صحيح ولا ظلم فيا؟ انا نعطيك الصحيح انا باهي اليوم في الشارع ظهر لي ولات عندك بلاصة باهية عند الببليك كيفاش تعامل معاك واجد؟ والله الجمهور هو يحبني الجمهور الكل يحب دونك حتى كيما كي يعرفوني في البرة راهو يفرحوا بيا ومعناتها وان شاء الله انا من جهتي انا نعرف كيف نفرح سوختي باهي. نحب قبل ما نمشيو للكويز نحكيو على شويه على المنتخب الاولمبي. نستغل الفرصه بحضن زوج ملاعبيه المنتخب الاولمبي عزيز الشتيوي وغايث اليفرني راح بيهم. على عزيز مرحبا بيك اقرب شويه الميكرو. مرحبا بيك سلام وبالناس يسمعوا فينا الكل. غايث اليفرني ايضا الجارديان مرحبا بيك. عايشك سليم مرحبا بيك ومرحبا الكل يسمعوا فينا الكل. شنو ديما هكا ممومين مع وجدي ولا كيفاش؟ شحال نعمل وحده مسكين في الدار انا ونسو بعضنا الكل بريود معناها هذايا كما نقفوش مع بعضنا الكل معناها هو وحده ومكلس في الدار. نحن نسالك باهي على المنتخب الاولمبي بعد فشل اللي في التاهل الاولمبياد انت بيك انت وجدي نجم نقولوا نهايه جيل المنتخب هذا ولا شنو بالضبط؟
سي لا فان لي علاش خاطر واحد معناتها مازال قدام معناتها سينيور مسؤول سينيور وديجا قاعدين معناتها بشويه بشويه ندخلوا في اللي معناتها اللي كيب معناتها في الافكتيف تاع ليكيب ا فهمت معناتها بشويه بشويه واحد معناتها يخدم على روح وعلاش ليه معناتها الصغار الكل اللي كانوا معناتها في ليكيب اولمبيك يمشيوا ل ا معناتها ما توفاش لهنا فهمت مازال قدامنا ليكيب ناسيونال كوب دافريك وكوب دو موند وكل شيء حتى واحد يخدم وان شاء الله يبدا سيليكسيوني اللي عام الجاي علاش ما نجحناش غايف علاش ما تاهلناش للمونديال الاولمبياد والله معني شفت معني ماتش كامرون معني للروتور معني ثم برشا حاجات معني يمكن الكره ما حبتنيش اكثر عملنا اللي علينا شوف معني الروندمون في التيران وكل الله غالي ما ترشحناش اما امبوسيبل يوفا جي لهذا هنا كيما تشوف معني ثم برشا جوارات مشيت مع ليكيب ا معني في ليكتيف وجدي دحمان بعي ومعتز بالرمضان برشا معني ان شاء الله معنا نشوفوا الجيل هذا نتلموا في الكيب ا الكل مع بعض ان شاء الله عزيز اقوى منا كانت الكاميرون لا ولا ما كانش اقوى منا شوف كي لالي معنا اللي كانت حاجه سايبه لالي كان غادي معنا روحنا بخف الاضرار كما معنا كانوا يشوفوا العباد تجم تقول في تونس الامطار نتاع الماتش نتاعنا كان خايب شويه هذاك اللي صعب علينا التأهل نتاعنا شنو هي التقليعة هذيا شوفيك انت وواجدي كان باهي هذه ولاءة الفادع بسام صغير شنو هي متفاهمين ولا كيفاش؟ والله نحن الاولاد كنا جروب واحد انا وواجدي وغيث وجهاد وبسام وراد كنا جروب واحد ديجا معناها تشوف نحن توا ثلاثة وفما جهاد خلينا زادا وراد وكل معناها زادا في الدار دونك ديما معناها ديما جروب هكايا ديما كيما نشوفو مع بعضنا حتى نعملو مع بعضنا أي حاجة نعملوها نعملوها مع بعضنا إي شكون صاحب الفكرة تو؟ بسام وراد وأنت وقتاش غايب؟ أنا على قريب إن شاء الله وجدي لو كان بقى الشكل اللي خاطرك كان لازم تكون ريزلتا خير أنا ما كنت سيليكسيوني معناتها ما كنتش معاه ما خلطتش فهمت باش تقول لي دونك ما نجمش ما نجمش نجاوب معناتها ما نعرفش معناتها شنو معناتها تكتيكمون كيف يخدم معناتها شنو اللي اما حسب ما خدم مع الولاد نتصور معناتها سي بوسيبل معناتها نترشح اما ما تعرفش عليها الكره ما تعرفش عليها نهار معاك ما غايف ديما مع بعضكم انتم احكي لنا شويه في هذه الترايف صاروا هكا عندك في مخك ولا عزيز عندك بيسمع اسمع مش عطيكم وقت تفكروا فيه الزوز نمشيو للكويز مع وجدي الساحلي وبعد جاوبوني انتم الزوز الكويز وبعد رجع ميكويز شبيك تضحك ساعة كوتش تلبية شكون بي شكون أحسن لاعب تونسي توا وجدي الساحلي متواضع بالحق أحسن لاعب في تونس توا وجدي الساحلي بي خويا شكون أحسن لاعب في تاريخ تونس شو مش نعطيك اشوفوها صعيبة علاش اللي خلت عليهم انت على الاقل شكلت على شكون انا ما كنت تتفرج انا قلت لك ولا انت على الشا نتعداو تراجع باش كنا اقرب لاعب ليك اقرب لاعب؟ اي تونس؟ اي معناتها في تونس؟ اي هم قدامك يسمي لي واحد عزيز الشتيوي وغايث ايفن باهي شكون المدافع هكا تقرا له حساب يخوفك شوية؟ خوفني حد خوفني كالربي حتى مدافع ديما هكا الولاد لا بالحق معناتها كوارج يقول خاف من واحد حتلاقي من لعبي تنعدي نورمال شكون احسن مدرب دربت عنده مدرب تبنيت عنده نسال الدريدي خاطر يطلب فيك لا زين شكون المدرب عنده فضل عليك شكون مدرب عنده فضل عليك انت معناتها عاونك دزك ساهم في تكوينك حاجه والله برشا معناتها بزاف خليني وقفوا معايا برشا باش نسميك هذا انترينر راني في ليتوال هو اسمه سامي المسول وقف معايا قداش اول سالير خذيته 500 قداش 500 دينار واخر سالير هكا حاجه اخرى ماتش قعدت في بالك ما تنساهش ماتش قعدت في بالي تحكيو في الطرفة تو احكيو فيها بالفيسبوك ولا حاجة واحد تنسقوا فيها وبعد احكيو هنا
مازال ما سالتليش معناتها فماش حتى ماتش قعد في بالك؟ لا لا باهي بونتو فماش قعد في بالك؟ بونتو شاب رجعني الروح شوي بونتو مزيان سجلتو شاب ماركيش برشا كيفاش معناتها كون ماركيش برشا ماركيش برشا حتى في اليوجون معناها ولا حاجه لا هذاك هو الشاب هو هذاك الشاب مخدوم فما بونتو تروح بنزرت كنت معناتها كفران وقتها الجمهور هد علي كل شيء يقعد في مخي علاش هد علي؟ ما خدت خاطر صرت مشلق قبل فهمت وقتها ماركيت ومشيت لهم انا عملت لهم هكا شيء بروفوكاسيون معناها يسعى في الحال بها؟ قلت بها ماركيت باهي فماشي بونتو تمنيت لو كان انت سجلته بنيت سجلت بونتو بونتو تاع زيدان في ليغ دي شامبيون دي ميفولي ليفركوزن شكون اقوى بوبليك لعب ضده؟ لعب ضده؟ الكلوب ضده لعب ضد الكلوب وقتاه كنت في ليتوال اي مو سينيور لعبت سينيور اي حتى في جونيور في الاسبور فما فما بوبليك في في الجمهوريجي في البارك باهي شكون اقرب جمعيه ليك في تونس بعد الكلوب؟ شمعتها جمعيه تتعاطف معاها هكا تسامباتيزي معاه تاكي معناتها ليتوال خاطر نعرف عباد معناتها في ليتوال وكل شيء دونك مش نقول لك ليتوال شنو هي حاجه فيك ما تعجبكش؟ حاجه فيك ما تعجبنيش سلوليد هذا شنو مش من النار لا فيك انت قول لي معناتها نسال انا جاي يا ربي كل شيء باهي جاي فيك اي فما شكون يقول لك نرفوزي فما شكون يقول لك اشحل لا انا مش نرفوزي كول كول صحيح شكون احسن لاعب في العالم؟ كريستيانو رونالدو احسن مدرب في العالم أسا مدرب اونترينور مدرب مدرب يعجبني مورينيو انا شكون مورينيو باهي دونك كانت هذه الكويس هاي اللي تحضرتون والله والله ما عندي خلاص 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 ذكر فاز انا في رامبو جامات شنو حكيت رامبو جامات بره يحكي فكر مره فاز انا وجدي ما زغيت وقت مش معنا تقول له ووجدي وقت ما زيك الديكور في الكلوب معناها بزير وقت كي رجع بدا يلعب ووجدي وقت ما عندوش فلوس قلت له انا خرج نعمل وقتها ولا سيت معناها انا عندي الفلوس الكل بعد ما هبطنا في قهوة معناها عملنا خذينا كلينا وهبطنا جيو الكل جينا باش نخلص نهل في التروس نتاعي ما خدتش فلوس ايه هكا يا اخي تلعب بزاف وقت معناها يعرف ما قعدتوش تغسلوا في الصحن صيفه عندك حاجه اخرى؟ عندي شيء انا بوين كبرت ديك وش ينفع شنو بوين كبرت؟ خليها انا بوين كبرت مرة في خليها غادي خلي يحكي خليها يحكي مرة وقفونا في رون فوق عمرت انا من غير اوراق الكهرباء هبطنا كملنا كعابي على ساقين خلينا الكهرباء ورجعنا على ساقين حتى لوين؟ حتى لا وين هو مسكين صح؟ هو شدوا معك في الحمامات على ساقين يمشي عادي وانت غايب انا قلت طرفه يمكن وجدي مره طيبنا ملوخيه وقت ما عندكش فكره جات بنا على بنا والله طيب الملوخيه والله مش شرمه منين منين تعال ايصاص مش ملوخيه ايصاص باهي خلينا نحكي شويه كوره ولاد وين تو انت غايب شنو طيب تو معناها في بن قردان تو باش كامل غادي لا الكونترا يوفى نورمال في جوان مع الواحد الديوري اللي تزادت هذايا في سبتمبر نورمالمون نكمل غاديك انت بري لا لا نورمالمون ليبر تو فسخت في بالي بري خرجت لي بري من بعد نلقى روحي معناها صحيت عامين غاديك وليبر تو عديت عامين وليبر تو معناها تو ما عادش عايزهم تاكلو لا لا كيفاش خدت ما تعرفش بروحك؟ ما لا انا خدت ملوك دوما خرجت معناها قالوا لي بري وكل شيء الكونترا اللي صححت فيه ما تعرفوش شنو فما فازة من الاول نجم نرجع للكلوب حسيلو كان عام معناها في وسط العام هذا والكلوب وقتها ممنوع من الانتدابات ما نجمش نرجع حسيلو فما فازة في الكونترا مليون يظهر لي يعطيه مليون حاجة كي تبدا ممنوع من الانتدابات بري يرجع معناها انا مشيت انا قلت لك مشيتش بري فهمت الاول مشيت بعامين وفي وسط العام يكمل العام الاولاني نجم نرجع معناها كي وقتها الكلوب ممنوع من الانتدابات ما نجمش نرجع وباهي قاعد تحكي مع بن قردان على التجديد ولا عندك جمعيات اخرين ولا تعرفش بن قردان صحيح معناها عديت عامين مرتاح في بن قردان لعبت وكل ومرتاح هذيك فما حاجه معناها يوفى الكونترا مازلت ما عرفتش
اخر العام نجمو نعرفو معناها فهمت. وانت يا عزيز ولا الحاجة باك تشوف نحن ثلاثة فانت كونتري حتى نخرج ليفر تو ما تو مع سليمان كما تعرف سيزون باهية السنة عدي مع الدين انت ولا حتى سليمان صحيح هاك تشوف معناها جماية طالعة من الدو عباد ما كانش قادر تلا حساب تشوف معناها لي ريزلتا اللي عملتهم سواء مع جماية الكبار ولا تشوف مع الاسبيرونس في راتس ولا مع الاطوال في سوسه ولا مع السفيرس كيفاه معناها العباد اللي تقرا انا ماني الف حساب فهمت دونك حاجه باهيه هذه نحن والجروب الكل معناها انا جروب باهي تبارك انت بري ولا كنت غادي تكون فيه؟ انا بري مع الاسبيرونس انا كنت قبل ما نخرج في سليمان كانوا معناها قدموا لي على التجديد اما انا ماني رفضت نجدد فهمت علاش؟ كل مش نجدد وباش نعاود كل مره نخرج بري كل مره دونك نحب نسكر الحاجه هذه دونك كيف العام السنه وبعد يوم ربي فما قاعد كون يحكي معاك قاعدين الاسبيرونس مثلا فما يحبوا يجددوا لك ولا اي من الاول كان بعد كي رفضت وسليمان سليمان فما برشا شكون جمعيات اخرى فما جمعيات فما زوج جمعيات الكبار وفما جمعيات فما جمعيات اخرى كبار شكون؟ فمازال كلوب ليتوال سفيقس نحي الاسبيروس قاعدوا الكلوب سفيقس معناها شكون الزوز؟ الزوز من ثلاثة شكون نحي وباهي اسم سفيقس ولا كلوب؟ معرفش اسمع قاعد مع جماعة الكلوب نسوي الكلوب تحب تجيب ولا تحبش؟ لا ما تحبش يا يلعب فالت بوست قاعد انت وياه خاطر فالت بوست انت وياه ما تحبش ولا لا يلعب في الوسط مش على السيارة طلع معاش رجعت فلوس من عمنار ما في مسير رجعت انا فلوس بيفو وانت شنو البوست؟ بيفو زادا؟ عمنار في مسير لعبت بيفو لعبت رير دروا لعبت ريليو لعبت مع الكوتش الاسعد اسعد ريليو يتفرج فينا ونوزلوا له تحية الساعة كل شكر يرجع له اليوم مالا خلينا نربط الخيوط هذا خويا بلاك شو يحب يجيب لك الكلوب انا قلت دونك يعطيكم الصحة الأولاد الكل مرحبا بكم ما عرفتش واجدي كان في الآخر تحط كل حاجة جمهور الكلوب ما عرفتش باش تطمنهم باش تكمل لا خويا إن شاء الله نتفاهم مع جمعيتي ونجدد وحاجة سير معناتها سيغ تيغان إن شاء الله فرح كل ماكسيموم وسيغتو عامل شيء إن شاء الله غايث مثلا يعطيك أنا نشكرك على الاستضافة هذه مرحبا استضافة واجدي مرحبا بك ميرسي عليك وإن شاء الله معناها واحد رمضان مبروك العباد الكل وكورونا توفى علينا إن شاء الله بخير وعلى قريب إن شاء الله نمشيو مرة أخرى إن شاء الله هانتي ولا عزيز إن شاء الله رمضان مبروك للتوانسة الكل وإن شاء الله المهنة هذه تعاد على خير ورجع نبدينا نخرجوا معنا باش نكملوا هكا إن شاء الله يعطيكم الصحة مغربة ليه فما تكبيرة توا شنو لا انا مضروب هيدا ظهر وعامل فيه ماشي مضروب انا وغيث انا ساعات نجي على البحر كل مره كيفاش انا راني فيهم تقول انا راني فيهم